مبنى جديد ساحر الجمال، زخارفه تجعله يبدو كخيمة زجاجية. مبنى ألبفيل هارموني بلغت كلفته أكثر بعشر مرات مما كان متوقعاً وأثار جدلاً واسعاً، لكن فكرة إنشائه فوق مبنى لمخزن قديم في ميناء المدينة لاقت إعجاب الجميع في النهاية. صار لدينا هنا مبنى بشكل غير مألوف في الميناء، ورغم أن هناك مباني كثيرة مبنية من الطوب الأحمر في الميناء، إلا أن مبنى المخزن الذي يعود لعقد الستينيات من القرن الماضي يشكل قاعدة بناء ممتازة للألبفيل هارموني، إذ منحها منظراً فريداً. المقطع العرضي للمبنى يظهر اللمسات المعمارية المضافة بوضوح. المدخل الموجود في الوسط يتألف من سلم كهربائي بطول 80 متراً، سلم يرتقي بالزائرين إلى قاعات وأروقة المبنى. الصور الملتقطة تظهر بوضوح تجاور الشقق وقاعات الكونشاتات والفندق الراقي، وكل ذلك بإطلالة حالمة على المدينة. المبنى كمدينة مصغرة موجودة فوق مبنى المخزن القديم، مدينة قادرة على احتضان بشر من أجيال واهتمامات مختلفة في مكان واحد جديد. هذه الباحة تقود إلى قلب الألبفيل هارموني، أي القاعة الكبرى. قاعة مصممة لتأدية الهدف الجوهري لوجودها، أي الموسيقى. عازفو أوركسترا MDR يتمرنون منذ شهر نوفمبر الماضي للتآلف مع القاعة ودرجات أصواتها. كانت لدي مخاوف أن يثير المبنى الإحباط في النفوس، سواء من ناحية مظهره أو نوعيات الصوت المتولدة داخل القاعة، فالآمال المعقودة عليها عظيمة، لكن ما إن دخلت إليه حتى صابتني دهشة كبيرة. اختبار الأصوات هو آخر أسرار القاعة، أما الفضائح التي رافقت أعمال البناء فلم تعد مهمة حقاً، وقريباً سنعرف إن كانت نوعية الصوت ستضاهي جمال المعمار.